انطلاق موافق أعضاء الجمهور الحضور الكريم آخر الجياد إلى البوابة. أولا في الانطلاق وصايف عبد العزيز صالح حسن الجابر وإدواردو بدروزة من الجهة الخارجية دون أي سالم فدغم الغارة وعدنان حوا، ومن الجهة الخارجية دريم بوي السادة أم قرن وسفيان السعدي خطوة بخطوة في الترتيب الثالث الشعار الأصفر دريم أوف دوحة حسن علي عبد الملك وفالح بوغنيم. ومن الجهة الداخلية نشاهد تراجع للجواد وصايف عبد صالح الجابر وإدوار بدروزا في الترتيب الخامس تأمينة ملك السادة مربط إنجاز وجي بي جنبر المنعطف الأخير 500 متر على خط النهاية والصدارة الثنائية مع الجهني وكسابة وراشد علي الصعاق. ومن الجهة الداخلية الغارة الجياد بشكل جميل وقوي وكسابة بشكل جميل والقادم دريم بوي دريم بوي السادة مقرن وسفيان السعدي بشكل جميل وقوي ومحاولات للحاق من بعض الجياد وإيكنوس كيس ولكن دريم بوي إلى الشوط الأول لعمر 3 سنوات. ونتائج الشوط الأول أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاء بالمركز الأول الجواد رقم 1 دريم بوي مولك السادم قرن والفارس سفيان السعدي والمدرب الباندي ميول. مبروك بتوقيت وقدره دقيقة و13 ثانية و21 جزء من الثانية. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 2 إيكونو كيس مولك السادم قرن ورونان توماس. وفي الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 8 ثمينة ملك السادة مربط إنجاز والفارس جي بي كامبر. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 5 دريم أوف دوحة والفارس فالح بوغنيم. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 6 كسابة والفارس راشد علي الصعاق. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر الذين لم يحالفهم الحظ. أعزائي الجمهور ابقوا معنا لمشاهدة ما تبقى من السباق.